صباح النور وصباح الخير ناس العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بألف صحة، ونتمنى يا ربي تكون صبحتوا مزيان وتكونوا دوسوا هذا النهار الغزال، هذا النهار العظيم بخير وعلى خير يا ربي. عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله يا رب، ينعاد عليكم ان شاء الله بالخير والسلامة وباش ما كتمنوا يا رب. المهم اول حاجة درتها منين فاقت صليت وكل شيء، بعد جيت هنايا شعلت الكاميرا، بديت نوجد معكم الطبيله ديالي، شاركت معكم هكا بعض اللقطات من داكشي اللي حضرت من البارح. الصراحه البارح بقيت سهران على هذا الشيء ديال بحال الحريشه البغرير داكشي كامل، الحمد لله بفضل الله حضرنا داكشي اللي قسم الله. وهنايا بركه كنوجد البنات في الطبيله ديالي هنايا في المطبخ، كنوجد كلشي في سميتو في الكوزينه، من بعد كندي كلشي جاهز هكا للصالون. نتوما غادي تشوفوا معايا كلشي هنا، بديت كنحط الحريشه ديالي، ما نعاودش لكم الحريشه، البنات راه طلعوا لدادين، طلعوا من داكشي رفيع ما شاء الله، طلعوا غزالين. وصافي شويه ديال المسمنات، شويه ديال البغرير، ايوا هادشي اللي كاين. المهم نتوما خليكم مع الكمله ديال الفيديو باش ان شاء الله تشوفوا الفيديو كيف داير الاجواء عندنا هنايا في تركيا، وتشوفوا ان شاء الله كيف داز العيد عند اختكم نعيمه واخوكم. عيد مبارك سعيد.
ينعاد عليكم ان شاء الله بخير بالصحة والسلامة والسلامة ان شاء الله. وباش ما كتمنى باش ما كتمنى يعني كتعاود الهضره ديالي على فيريتا. كي دايرين خوتي عزاز؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بألف صحة. كيف مدوزين عيدكم؟ يلا كنتسينكم تحت الكومنتات باش تقولي العيد ديالكم كيف داز. داز زوين، اجواء زوينة. فوالا حنايا غير جوج اشخاص كنخلقوا الاجواء انا وراجي، ما كاين العائله لا والو. راكم عارفين الناس ديال الغربه كيف دايرين. الحمد لله فضل الله. المهم كيف مشوا معنا وجدنا الطبيله ديالنا وكلشي، فقنا مع الصباح صلينا صلاه العيد وكلشي، قدينا الامور ديالنا. نايم اختكم باه من عسل تلجوج، بقيت كنوجد 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 في هادشي اللي هاد الخير كامل اللي حطيت. الحمد لله فضل الله. فريمون الطبله جات كتحمق، جات زوينه، تقول راه عارضين على شي حد، حنا ما كاين حد غير انا وراجلي، داكشي غادي ياكلوا غير كريشه ديالنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى ان شاء الله الطبيله تنال الاعجاب ديالكم. قولي كيف جاتكم وكيف جاكم اللوك ديالنا انا والميسي ديالي كريشه. انت ما عندكش كريشه؟ لا انا حاضمه في المغرب. لا علي عنده كريشه كيما ديال الحماله. انتما عادي تبارك الله في الجبادر الأناقة يا خوتي، يا أناقة الأناقة والقادة. أي ومن هادشي كامل تعرف شكون يصوب لي الشعر ديالي؟ قولي كيف جاكم شعري بحال هكا؟ عادي صوبو ليا. قال لي جي نصوب لك شعرك بوكلي. قلت له هي الأولى، الله يسدر فيها خير، من هاني تنبدلو لوك شي شوية. إوا هادشي لي كان خوتي عزاز. يلاه المهم خليكم معنا، الصراحة باقي ما فطرنا ما حتى شي حاجة، قلنا نبداو لكم الفيديو هو الأول. باش دابا غادي نقول بسم الله. دابا عندنا 8 ونص، حنا ما شاء الله رفقنا قالك الفياق بكري بده مشري، رفقنا بكري مع هذيك 6 تبارك الله ما شاء الله، ودغي كيطير الوقت صراحة لله. يلا المهم خليكم معنا باش ان شاء الله تكملوا معنا الفيديو ديالنا وتشوفوا الاجواء ديالنا كيف دايرين. كوبل ميكس تركي ومغربية. ضروري ما نبخروا دارنا، هي الاولى. مهم ما شاء الله بصراحه. هذا ديال كنت كنستعمل انا العنبر، كنستعمل موسك بجوج مزوينين ما شاء الله ما شاء الله. نمشي نسخن شويه ديال المسمنات، شويه ديال البغرير. علي قبيلي قال لي شعلينا شعلينا الموسيقى شعلينا. قلت له وانت صبر يا هاد السيد، راه باقي ما كاين والو، باقي ما دخلينا البنيته مسكينه بالجوع. صبر لازم ها لازم طعميه عاد مسكينه. هذا غير راح الحمد لله راح في البال. الصحه وراحه في البال بسم الله. يلاه حتى شكل ادرك وريهم علي وريهم مقفض لي يديداتو. علي ما متعودش باقي على هادشي ديال كناضه، قال لك ما بحال شي قاضي ولا بحال شي شيخ. انت اش مشى؟ لا لا ذات الشيخ. اعطيني لا بشكيري بشكيري. المهم هذا هو الفطور ديالنا، الناس قبلوا علينا ما شاء الله الخير والبركه، مسيمات بغرير الحريشه الحلويات. المهم واحد الحاجه بعدا الا لاحظتوها ما تضحكوش عليا، الكيكات شنو طرا ليهم؟ قالوا لي اختي نعيم واش هذو هما الكيكات اللي وريتيني هذاك النهار؟ مالهم طالعين بحال هكا؟ هذا 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 من المصايب. شو الا طرات شي حاجه في الماكله ديالي ما صدقاتش، عرفوا بلي هذا قاصه. البارح حاطه الكيكه مشى حل على الفران، نورمالمون خصو يتحل على الفران تفوت واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، مشى حل على الفران طاح الكيك. كاين مشكل، قلت بلا ما نحطهم وجا البالي جا بخاطري قلت والله حتى نحطهم كيف ما كانوا، ماشي ضروري ان تكون شي حاجه بيرفكت نشاركها معك، حتى ملي كتكون شي حاجه ما صادقاش. المهم بعدا من صدقات الحرجه وصدق هادشي كامل البغرير وداكشي ما تعاودوها لحد. بس لا والله طلع لنا شكل حلو، يعني هالحين لو بدك تسوين ما بتقدر تسوين بهذا الشكل. طيب جا قال لي علي كيشوفها شنو؟ المنطار والله جا كيشوفها شقت وصلت عليا ما صدقاتش. والله العظيم زعما وكيما سبحان الله العظيم ما تفقستش البارح، يعني واخا كيك ما صدقاتش هي ولا شي حاجه ما تفقستش، حيت الحمد لله كاين
كل ما زال عواده غير على الكيك يبقى فيك الحال، يبقى فيك الحال ديال بصح. اول بنات تفاح من عسنه الجوج طبعا، واخر هاي رخينا الشكل اسمها قلنا نعم من عين كل دقه عليها. انا قلت غادي تصدق تصدق، حيت انا مجربه الكيك طامل دو فوا يعني الصراحه، وغادي نخرج عليه. اللي قال لي هاد الموسيقى تعجبو بزاف. ايه والله انا هاي لقيت والله عين بس بتفوت بس انا اذا وقفت هون بدون عليكم السلام. هيك انا ما بقدر العب هاي سوا. يا حي يا حي يا حي. المهم خوتي عزاز نشطنا ضحكنا كل شيء صراحه لله. علي كيموت على هاد الاغنيه كعلي عزيز عليك هاد الاغنيه قلت لي. اي والله والله ما احبها كثير قلت لك كيعجبوه هكا الرقص الامازيغي كيبقى يحرك هيك. ما اصلا انت الرقص كنت ما شكلها ما يعجبنا عالم ما في كمان تعب فهمتي، مثلا واقف في محلك بس تسوي هيك طن 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 طن. نحن مطلوب دابا هو المشكل كيقول لك ما يقدرش يدير هكا هكا يحرك كاع الاعضاء ديالو ويحرك معاه الكتاف كيجي شويه في شكل كيف كيف. انتم الرقص ديالكم شكل ايه يعني هيك هما غير هكا بس لا هما عندهم الدبكات هكا كيبقاو ينقزوا ينقزوا ينقزوا. انا ما نقدرش ننقز الصراحه الا دابا مصدق شي ما في راسي. لا ايه انتو راهات ما تتحكموا من حاجه بس هيك تنقزوا. الحين في عندنا رقص امازيغي سوسي ما يختلف امازيغ في كثير في الروافه في الصحراء اغلبيه ما هيك في الصحراويين في زاكورا مثلا زاكورا كيعجبني بنات الرقص ديالهم. عرفتي البارح البارح ولا لا ماشي البارح ما عرفتش قبل ما رمضان واقيلا كنت حالة واحد الموسيقى ديال زاكورا ناري الناس كيفاش كيشطحوا عرفتي واحد الحماس شكل الرقص ديالهم لا ماشي هكا كيرسموا هما كيديروا هكا هكا الحركات بحال ما هكا ما عرفتش كيفاش المهم. انا نصي صحراوية ونصي سوسية امازيغية سوسية انا كل سوس وتحية لكاع الامازيغ في مكان وتحية لكاع المغاربة وتحية لكاع العرب في المكان. دابا خاصة واحد حاجة تفضل ناقصة في هذا الفيديو ضعرفها قولي يا نيكي. والله فطور فطور الحين انا ما هذا شبعتي دابا كرشك باقي غير الحلويات ما كايناهمش. ايوه شنو اخر؟ شطحنا فرحنا الحمد لله دوزنا النهار ديالنا اون فورم وكل شيء شنو بقى؟ الحين معاي بالسفرة ها؟ ها هي تمام هذه قلت ما دورش معايا ها دور معايا دابا خصك تعطيني طبل. ايه تمام حتى بنتي اليوم معايده معانا كان عش هاك لا بنت بعثي على شطاتي كاين ممكن خبيتيني انت ها ممكن خبيتي لها يعني خبينا شنو. المهم قلت لكم البنات هاد العيد غادي يكون صراحه لله غادي يكون سبيسيال. علاش؟ حيت صراحة لله كاين البديته ديالي واخا الصراحة باقا ما تزادات باقا ما هزيناهاش في يدينا باقا ما كيعتبروش انه هذا اول عيد ليها ولا شي حاجة.
مي احنا كنعتبروه اول عيد ليها صح. احنا هاك نحسي ديالنا بحال ما كنحسوا بها بحال هي اصلا معانا في كل شيء فهمتيني. وكنحسوا بها بحال ما عرفتش كيفاش نشرح لكم بحال هي واقفه حدانا دابا وكنعيدوا معها الصراحه. لا يعني احنا اصلا ديما كندوزوا العياد وهذا الشيء كندير مناسبه صغير بوحدنا. مي هاد العيد جانا في شكل شويه جانا عامر بحال كاينه شي حاجه معمره علينا الدار الحماله الاجواء صراحه زوينه وكل عام الاجواء كتزيد زيان. ونتمنى ان شاء الله ما بقى والو ان شاء الله العام الجاي غادي تشوفوها ان شاء الله باذن الله الى ربي كتاب غادي تشوفوها معنا. لكيشا لكيشا قولي السلام لخالاتي قولي السلام. قال لي علي بلاتي قال لي علي قبل ما نشوف قال لي خساري واحد من هادو علي يديك الفوق اي اي او بيتي بيتي بو بو خصيت ليرة وهذه كانت فيها 100 ليرة 100 ليرة درتي هذا اليوم انتم العيديه ديالي وكما كاينش تقولي لنا عماد دايرين هذيك اللعيبه ديال تقول بينا ومن بعد ترجع لي والله ما نرجع لي هذه لي غنمشي نحطها في البسطام ديالي ناخذ بها شي حاجه ماشي ترجعيها ها هاي علاش ما تقولش عاوتاني تدي الكاميرا ديك الايامات ديك العيد اللي فات قال لي عطيتك يلا رجعيه لي ما كاينش والله ما تفك معاه ما رجعتهمش ما نقدرش عليكم هذه لي اول حاجه احنا ملي فقنا الصراحه اذا بس ليه يديه وكل شيء صباح الخير صباح النور فطرنا بالتميرات صلينا الصلاه ديالنا كيف العاده الحمد لله. دابا قدام الكاميرا ايضا غادي نبوسك يديك باش بيقول شي علاش ما درتيش الصواب مع الراجل ديالك شفت انا ما تبوسنيش لا قلت له عيد مبارك سعيد ينعاد عليك بخير والسلامة والله يخلينا توجور انصومبل الله يخلينا ديما مجموعين يا ربي امين. الله يكمل فرحتنا بخير وعلى خير والله يسهل على الجميع الله يسهل عليكم مصاب. وكنعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد. هاي طول حماتين بركوا لها لعبة عشير تاهية هلا كمير باز التليفون براسك لا جاوبتني بابا مسكينه كتكون في الارض لا بس التليفون تليفون شوي بس دابا اهلا ماما اهلا يا وحش ناصر سن شكرا دري ناصر اي والله عيد مبارك سعيد آمين 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 يا رب. كيف البابا كيفك انت كيف صحتك كيف والله البابا يرحمك رحمه ما شاء الله راه خرج والله كيف عيد مبارك سعيد عني آمين آمين الله يطول بعمرك شو الحين عيد هذا شو الشكر بايرام اصلا الشكر بايرام متى ما تحلها بسر الشكر اصلا هو سكر سكر يعني عيد السكر عيد السكر هذا ابي سريك تمن الباحث جاب علي بقلاوة الله الله ما شاء الله طار غي دقة ها يوك براز دان واحد شوية كب كب العصر كب سراقي سنة ها بين يشيل نبات انا بنات هاد الخضراء كنحماق عليها انا كنحماق عليها عزيزة علي لا لا هيا عند الفوري والله علي عند الفوري هادي وصغيرة هادي هادي كنتشو كما تضلو يا باي اكيد رو الشغل زوينة هاي والله ليه يقبل اربش دمي عرفي توصو تشكر دمي بوتا غسوي نبات براز غير شوية صافي هاي 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 علي افندم ايوا كي جاك هذا النهار والله مية 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 شو يا شيك طب والله عادات كان عادات المغربية ما في مني لا يعلى عليها لا يعلى عليها ما في منا ما في منا اشتغلنا
يعني لا شوفوا قول اللي تحت خليوا الراي ديالكم العالي، قول كيف جاتو الجبادور هكا الطقم ديالك زوين. اول مره كلبسها هو في اول مره كلبسها اصلا في شي عيد ولا شي حاجه، اول لبسه ليه صراحه عجبتني فيه سبحان الله العظيم. الناس ديالنا حنا كنجي مع كل شيء والله. لا والله يا شيخ جا معاك تيتيز شكرا. صباح الخير انجينا، وصلنا لاخر فيديو. صراحه انا شويه عييت حيت اصلا البارح ما نعست الجوج ديال الليل وراكم عارفين مع الحماله وتوجد هذا الشيء وكذا ما كيبقاش عندك الجهد مازال، ولكن الحمد لله بفضل الله والله الا دوزنا صباح رائع جميل نشطنا كلينا ضحكنا استنزنا انا وراجلي. المهم دابا لقيتونا غادي نخرجوا، بغيت نسالي معكم الفيديو هنايا باش ما يجيكمش الفيديو طبعا تحال طويل. المهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلبكم، يكون الاعجاب ديالكم بالعادات ديالنا وريتكم هكا بعض العادات التركيه والعادات عندنا هنايا كيف دايرين. المهم بطبيعه الحال الصفرة الى لاحظتوا 100% مغربيه، صوف ديك البقلاوه داخله حيت علي باعتها قال لك دابا خصنا ناخذ البقلاوه حيت هما معروفين عندهم في الاعياد في اي مناسبه صراحه كياخذوا البقلاوه. فوالا هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هاد الكوبل ينال الاعجاب ديالكم. فوالا هادشي اللي كنخليك المره الجايه حتى هو ان شاء الله بفيديو الماجي ان شاء الله. وخلينا كن على خير، ومره ثانيه عيد مبارك سعيد. ما تمين ستيفن سيمين لا تمين سيمين الحين ما بيصير بعدين من قلت تمين سيمين هلا باي باي. كنبغي نقول لكم تصبحوا على خير. يلا المهم خوتي خليكم على خير، المره الجايه ان شاء الله نتلاقاو. باي باي.